استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصر القضيبية. وخلال اللقاء استعرض سموهما جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الوطني ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل توجهات الوزارة الجديدة التي حظيت بالثقة الملكية الغالية وأولويات عملها، حيث أكد سموهما في هذا الصدد أن الحكومة ستعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة رغم أنها فترة مليئة بالتحديات، إلا أن الفريق الحكومي قادر على الوصول إلى الأهداف المرجوة لبلوغ ما يسعى إليه الجميع من تنمية شاملة مستدامة وتحسين جودة حياة المواطن. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، حيث أكد سموهما بأن التعاون البناء والمثمر يحقق المزيد من الاستقرار الذي يفتح المجال أمام خطط التنمية لتشق طريقها نحو بلوغ أهدافها في تطوير جودة الحياة للمواطنين، مشيدين سموهما بالدور الذي يلعبه مجلس التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء لدوله وشعوبه.